عامل ايه؟ انت طلعت في الفيديو. اسمك ايه؟ يوسف. اسلام بيقول لهم تعالوا. طبعا احنا راجعين في الطريق يا جماعه. اسلام اهو يا جماعه، والدلوعه ماشيه جنبي محدش ماسكها. تعالى دلع. شكله ناسي حنفيات مفتوحه او خزانات مفتوحه. شايفين الميه قد ايه؟ ما تشيلش الدهور علشان العرق. تمام؟ طبعا مغامره، انا حاسس ان هي مغامره. تمام، احنا بنعمل مغامره جميله جدا، حلقه جميله جدا، فكره جميله جدا. فقال لي مين اللي بره؟ مين اللي بره؟ طبعا انا احرجت ان انا اصوره، بس انا صورته. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي طالعين من دمنهور اهو، وراجعين بقى دلوقتي خلاص. طبعا داخلين على ميعاد السحور. طبعا شايفين دمنهور اهي يا جماعه جميله ازاي. طبعا احلى محافظه في الدنيا طبعا باذن الله وبمشيئه ربنا. احنا طالعين دلوقتي نعتبر داخلين على ميعاد السحور خلاص، وخلاص هنبدا ان احنا نطلع على الزراعي ونتجه لمكان المزرعه. تمام، وهنتابع مع بعض. يلا خليكم معانا، عشان احنا دلوقتي طبعا شايفين العربيات وشايفين الدوشه، واسلام ورايا اهو. تمام، احلى مسا عليك. ايه عامل ايه؟ انت طلعت في الفيديو. اسمك ايه؟ يوسف. يوسف، ماشي يا يوسف. ابنك معاه في المدرسه. والله ماشي يا جو. يوسف الفشبيش. احلى مسا عليك يا جو. احلى مسا عليك. احلى مسا عليكم يا جماعه. يلا نكمل مع بعض كده لما نوصل للمزرعه، وفي نص الطريق هنصور تاني. لسه طبعا الكلاب البلدي بتزفنا يا جماعه. احنا كده راجعين في الطريق اهو، شايفين الكلاب البلدي زفه سولو ابا. اسلام بيقول لهم تعالوا. طبعا احنا راجعين في الطريق يا جماعه. موقف جميل، وقت جميل، دنيا جميله ما تتخيلوش. احنا ماشيين بالراحه على فكره، يعني عشان يعني مفيش حد يقول ان يعني عشان الناس ما تقولش ان احنا بنجري وكده. لا، احنا ماشيين بالراحه خالص. بصوا الخيل ماشي بالراحه، وبصوا اسلام ورايا ماشي بالراحه خالص. تمام، الدنيا جميله خالص على فكره. يعني احساس يا جماعه اقسم بالله العظيم انا اول مره نحسه. احلى حاجه بقى الناس اللي بتسخر بيلفوا يطبلوا بالطبله، الخيل يرقص. يعني واحنا ماشيين على الاسفلت الخيل بيرقص زي ما احنا شايفين. اسلام شاور بيدك يا اسلام، ولا حاجه، اعمل اي حاجه اي حاجه. احلى مسا عليك يا اسلام. طبعا لا بصراحه متعه متعه، اقسم بالله العظيم انا اول مره نحس الاحساس ده. المنظر اللي احنا ماشيينه ده، جو هادي دلوقتي. شايفين الطريق يا جماعه ورانا عامل ازاي. احنا دلوقتي خلاص يعني نعتبر في نص الطريق للمزرعه. تمام، ايه الاحساس ده؟ اول مره نحس ان انا ركبت خيل بجد. اول مره ايه؟ نحس ان انا ركبت خيل بجد. اول مره احس ان هو ركب خيل بجد. ما كنت بتركب خيل تقليد؟ لا يعني كمشي والكلام ده. النهارده متعه. هنعمل بقى نوقف الفيديو، علشان طبعا المكان هنا ضلمه، وطبعا الاضاءه هتبقى بسيطه زي ما احنا شايفين اهو. تمام، هنخلينا ماشيين واحده واحده كده. واحلى مسا عليكم. احلى مسا يا جماعه في الضلمه كده، وفي وسط الاراضي الزراعيه. ينفع يا جماعه احنا ننزل نمشي جنب الخيل؟ ينفع لما نحس ان احنا تعبنا شويه من فوق واحنا راكبين، بننزل نمشي جنبه شويه. احنا ماشيين الدنيا ضلمه، بس داخلين على النور اهو. يا رب يا رب النور. احلى حاجه دلوقتي انا سايبها ماشيه جنبي براحتها خالص. شايفين الضلمه عامله ازاي يا جماعه؟ شايفين احنا ماشيين دلوقتي. دي يا جماعه فرقه رحله على فكره، دي رحله على فكره. طبعا دخلنا على النور اهو. اسلام ماشي ورايا برضو. اسلام اهو يا جماعه، والدلوعه ماشيه جنبي محدش ماسكها. تعالى دلع 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 اهو. بص للكاميرا دلع. مالك النكتي ليه كده؟ طبعا يا جماعه مشوار برضو 40 كيلو، 20 رايح و20 جاي. جميل جدا على الخيل. احنا نزلنا مشينا جنب الخيل لسبب معين. طبعا لقينا نفسنا احنا كمان حابين ان احنا نمشي شويه. المشي حلو والمشي رياضه. قلنا ننزل نتمشى شويه نولع سيجاره، لان طبعا عشان تولع سيجاره وانت على ظهر الخيل مشكله. تمام، نولع سيجاره وادينا بندندن ونتمشى شويه كده وهنركب تاني. الفكره جميله، الفكره بصراحه جميله، واول مره نعمل فكره زي دي. جميله 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 جدا. ما كنتش نعرف ان هي كده. لو نعرف ان هي كده من زمان كنت كررتها كذا مره، بس باذن الله هنكررها تاني وتالت. وده بناء، بس يا نغم عيب انا بنكلم الناس. وده بناء على طلب الجمهور، هننفذ الفكره تاني. تمام، وهنكمل معاكم، ويا رب الحلقات اللي احنا بنقدمها تعجب. يلا نكمل. ايه اتمسع الناس دلوعه. يلا نكمل يا جماعه، واحلى مسا عليكم. بصوا يا جماعه، واحنا ماشيين فجاه على الطريق لقينا في بيت
شكله ناسي حنفيات مفتوحه او خزانات مفتوحه. شايفين الميه قد ايه؟ تمام. طبعا الميه نازله من البيت اهي. تمام، شايفين كميه الميه اللي نازله، كميه ميه رهيبه جدا نازله من البيت. انا اول ما شفت كده وقفنا الخيل ونزلنا برن الجرس على الناس عشان نصحيهم. اهو ده ثواب لله. طيب انا معدي بالصدفه على السكه لقيت الميه فقلت ننبهها. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، كل سنه وانت طيب. ازيك يا حجيج؟ انا صاحب المزرعه الكلاب اللي في كعبار دي. فانا معدي، انا حسين، فانا معدي من على السكه لقيت الميه شغاله. النور كان قاطع. اي النور كان قاطع. النور كان قاطع وانتوا سايبين الموتور. لا احنا فزتنا في بيت النور وانت قلت كده على الموتور. طيب انا وقفت حاجه لله بس، ربنا يبارك لك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل واحد الله يسهل له، كل واحد الله يسهل له حبيبي. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. الحمد لله على السلامة، على أحلى ناس وعلى أحلى جمهور وأحلى مسا على كل الناس اللي منورانا. تعالى لا سلاموا يا جماعة، وصلنا الحمد لله. معلم جابر بيحل الخيل أهو. الله ينور يا معلم جابر، ما تشيلش الدهور علشان العرق. تمام. طبعا يا جماعة أدي أحلى نغم وأحلى دلوعة. تمام، لسه داخلين أهو، مش هنشيل الدهور علشان العرق اللي على ظهرهم. طبعا في مية. تمام، بذمتكم ودمكم، ايه رايكم في الفكره دي؟ ايه رايكم في الحلقه دي؟ عايزكم تدوني كده رد فعل كده، تقولوا لي. عباره عن مغامره، انا حاسس ان هي مغامره. تمام، احنا بنعمل مغامره جميله جدا، حلقه جميله جدا، فكره جميله جدا. انبسطت بصراحه، متعه، متعه ركوب الخيل يا جماعه. لا متعه، متعه، متعه جميله جدا. الحاجه الثانيه اللي بسطتني في الموضوع ده كله الثواب اللي الواحد عمله. عملنا ايه بقى يا جابر؟ تعال نقول لك عملت ايه سواق. بص، واحنا ماشيين في الطريق خلاص داخلين على المزرعه، في بيت على الطريق بره، لقينا البيت ده، هو كان النور قاطع من شويه. ايوه، لقينا البيت ده نازل منه ميه ياما. ميه ياما. تمام؟ من ميه والطريق غرقان ميه والكلام ده كله. والناس نايمه. فالمهم انا بعد ما عدينا من البيت قلت له اسلام على فكره البيت ده النور كان قاطع والناس نست الموتور شغال. ملا الخزانات اللي على السطح. طلع كلامي صح. بس هنقول لك على حاجه يا اسلام، اللي قلت له حرام، انا عايز نرجع نرن على الناس دي نصحيهم. جيت مضير تاني وجيت رايح للناس مصحيهم. يا جماعه تنيت نرن الجرس، صممت ان الناس تصحى. الناس صحت، لقيت الراجل نازل كان خايف وبيفتح الباب قلقان. وقت متاخر يعني، دي ارياف، ولما حد يرن على حد جرس وقت متاخر زي ده قلق. فقال لي مين اللي بره؟ مين اللي بره؟ طبعا انا احرجت ان انا نصوره، بس انا صورت لكم منظر البيت والحاجات دي، احرجت ان انا نصوره. فقال لي مين اللي بره؟ قلت له انا بنقول لك اقفل الميه اللي عندك فوق على السطح، اللي الدنيا غرقانه بره. فالراجل بصراحه فتح الباب، لقيته يعرفني، لقيته عارف حاجات هنا. تمام. طبعا الراجل كلمني بكل اسلوب محترم، وراجل محترم جدا وشخصيه محترمه جدا. يا رب ربنا يا رب يكرمه ونقول له كل سنه وانت طيب. طبعا انا انبسطت جدا بالثواب ده، انبسطت جدا. يعني ممكن الناس دي لو كانت تنت نايمه وما خدوش بالهم من الماتور ومن الميه، كان اول حاجه الطريق كله باظ. في محجر جنب البيت ده، كان الرمله اللي فيه غرقت. البيت نفسه كان ممكن كان اثر على الخرسانه بتاعت البيت. تمام صح، مش كان ممكن ياثر على البيت؟ تمام. فالحمد لله ربنا بعتني في الوقت ده للناس دي، ان انا نعمل حاجه زي دي ثواب. وانبسطت جدا منها بصراحه، ما تعرفوش نفسيتي ايه دلوقتي. احلى مسا عليكم، احلى مسا على كل جمهورنا، احلى تحيه لاسلام النهارده، اكبر خيال في الوطن العربي. احلى تحيه للحاج جابر مساعد الخيالين. تمام. طبعا احنا شويه كده هنحط ميه على على نغم والدلوعه على صدرهم من تحت على الدره، يعني بتاعت اللبن، علشان احنا نعرف ان المفروض الخيل طالما كان عرقان لازم نحط ميه تحت علشان الخيل، عشان لما يجي يرضع عياله. احلى مسا على جمهورنا، ويا رب الماراثون ده يكون عجبكم. تحياتي للجميع، وكنت مبسوط جدا وانا في دمنهور. الناس كانت مستغربه ايه خيل ماشي في الشوارع، حاجه غريبه يا جماعه وحاجه ما حصلتش من زمان. اللي حابب يعمل الفكره دي صدقني اعملها وهتنبسط جدا. احلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزين كل الناس حيه. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. في اي حته برجولك عرفنا، واللي يسمع عننا يتمنى يشوفنا.
لا بنخاف من حد ولا اتخلق اللي يخوفنا، بنمشي برجولة ولا بنشتكي لحد ظروفنا.